في الشوارع في القهاوي وعلى البارات جفارمات جفارمات، وتمدي حبل الدردشة والتعليقات، مات المناضل المثالي متخسارة على الرجال، عيني عليه ساعة القضاء من غير رفاق تودعه، يطلع أنين وللفضا يزعق ولا من يسمعه، يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا، يمكن ضحك أو ابتسم وارتعش وانتشى، يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لأجل جياع لأجل جياع، يمكن وصية للي حاضين القضية بالصراع، صور كثير من الخيال وألف مليون احتمال، لكن سيسور ولا جدال، محمد إبراهيمي مات موتة رجال. لكن أكيد ولا جدال، شكري مات موتة رجال. يا شغالين يا محرومين يا مسلسلين رجلين وراس، خلاص خلاص ملكوس خلاص غير بالبنادق والرصاص. الغناية تقول دا منطق العصر السعيد عصر الجنوز الأمريكان، صرخة جيفارا يا عبيد في اي موطن او مكان، مفيش بديل مفيش مناص، يتجهزوا جيش الخلاص، يتقولوا للعالم خلاص خلاص.